حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج الوسم وفقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. الترند الأهم حاليا هو كأس العالم، المباراة اللي جارية حاليا في نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا. النتيجة لحد الآن تعادل بهدفين لهدفين للمباراة. طبعا انتهت المباراة، الأشواط الإضافية راح تبدي. نذكر بالنتيجة، النتيجة تعادل بهدفين، سجل المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء وأيضا دي ماريا، بينما المنتخب الفرنسي استطاع التسجيل عن طريق كيليان مبابي هدفين، أيضا هدف من ركلة جزاء وهدف آخر. حاليا المباراة اتجهت إلى الأشواط الإضافية. ترى لمن سيبتسم كأس العالم؟ من سينال اللقب؟ منتخب الديوك الفرنسي أم التانجو الأرجنتيني؟ مباراة حامية جدا، فيها قتالية كبيرة جدا. الشوط الأول كان طرفها هو المنتخب الأرجنتيني، أما الشوط الثاني هو للمنتخب الفرنسي بالكامل، خاصة بعد التغييرات اللي أجراها ديشام بنزول كومان اللي كان المفروض ينزل أساسي من بداية الشوط الأول، وهذا كان رأي الأغلبية. طبعا مثل ما قلت لكم النتيجة حاليا 2-0، اللعبة انتهت، راح تبدي الأشواط الإضافية. بصراحة المباراة جميلة جدا، قدرنا انه يعني قدرنا نستمتع بهاي الدقائق 90 دقيقة. المباراة في قطر في ملعب لوسيل، الحضور الجماهيري كبير جدا في هذه المباراة. طبعا ما شاء الله المباراة حامية، الانذارات، الاهداف، كثير من الامور، الاستحواذ 52% للمنتخب الارجنتيني مقابل 48% للمنتخب الفرنسي. هاي اهم يعني اهم الارقام والاحصائيات، مثل ما قلت لكم اللي سجل اهداف للارجنتين ميسي ودي ماريا، اما لفرنسا هو كيليان مبابي. بصراحه يعني مباراه كبيره جدا. حاليا كل العالم، كل انظار العالم متجهه نحو النهائي، في الشوارع، في المقاهي، في المنازل، في الملاعب، في الأماكن العامة، المباراة هي شغالة، ترند عالمي كبير جدا، بطولة كأس العالم، الرؤساء والملوك من كل الدول متواجدين في هذه البطولة. ربما أنا انحرمت من تكملة المباراة بسبب وقت البرنامج، ولكن أكيد ما حد راح ينحرم من أدها من حضراتكم، فقط أنا بس أتفرج على النتيجة وما أعرف شو أحكي، لأنه أنا جاي أشجع الأرجنتين، فما أعرف هاي النتيجة غير مريحة وغير ملبية للطموح. هذا كان الترند الأول اللي عندنا هو في كأس العالم ككل، في بطولة كأس العالم، في نهائي كأس العالم، مثل ما قلت لكم هو الترند البطولة أو نهائي كأس العالم ما بين الأرجنتين وفرنسا. موضوعنا الأول في هذه الفقرة هو موضوع يخص أسماء معينة، موضوع يخص نزاهة، موضوع يخص اكو شغلات تصير دائما بالبلد الناس غايبة عنها، ولكن مثل ما قلت لكم يعني الناس ما تعرف شنو الخفايا، ولكن هاي الاسماء اللي او الخبر او الموضوع اللي راح اطرحه هو يخص النزاهة في احدى المحافظات. اسماء معينة تم تعيينها وإدراجها من ضمن الشهداء ومن ضمن المحاضرين حتى يستلمون راتب، وهاي الأسماء هم من عناصر داعش الإرهابي. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله
ونسولف انا وياكم عن هذا الموضوع بشكل اوسع. يقول النزاهه ضبط تحويل ارهابيين الى شهداء ومتضررين واضافه اسماء لقوائم المحاضرين في دياله. يعني اسماء ارهابيين ضايفينها المن الى الشهداء والمتضررين على مود يستلمون رواتب عوائلهم. خسه ونذاله البلد، القوات الامنيه، الحشد الشعبي يدافعون عن البلد بكل ما عندهم من ايمان على مود يستقر البلد، وهذول الناس اللي ما تريد الخير لهذا البلد، العناصر التكفيريه الارهابيه، يتم ادراجهم ضمن المتضررين وايضا للمحاضرين حتى يستلموا الرواتب، سواء اللي بقى عايش منهم او ذويهم. النزاهه كشفت هذا الموضوع وبينته للناس. اتمنى من سيد دولة رئيس الوزراء يراقب ويتابع هذا الموضوع بنفسه، لأنه هذا موضوع جدا صعب. هاي العناصر الإرهابية، هاي الناس اللي موجودين في مجلس المحافظة، شلون عبرت هاي الأسماء؟ بأي طريقة، بأي صيغة، بأي مسوغ قانوني قدرت تعبر هاي الأسماء اللي هم إرهابيين بين قوسين، العناصر التكفيرية؟ هذا موضوع مهم، أتمنى أنه يتم التسليط عليه الأضواء أكثر، مو فقط أني، مو فقط كم وسيلة إعلامية، لا، أتمنى كل الجهات تنظر إلى هذا الموضوع. الأولى بالرواتب هم الشهداء وذويهم، ذوي الشهداء المتضررين فعلا وليس الإرهابيين. التعليقات، سلوى تقول وين يردون يوصلون بهاي التصرفات؟ يعني فوق السرقات، هالمرة ارهابيين يصيرون متضررين. علي يقول قمة النذالة والإجرام والله. تعليق من فلور تقول العراق ما يفيد بعد، صار عبارة عن بؤرة فساد بس، بعدين كل هذا يتحاسبون عليه. أكيد كل هذا يتحاسبون عليه. بلال كركوك يقول تعال الكركوك وشيك مديرية تربية كركوك ومديرية الصحة، والله والله العظيم راح تنصدم بأعداد الدواعش اللي سجلوهم موظفين مدنيين وعن طريق منو؟ كركوك. هذا أيضا تعليق مهم لازم يتم البحث وراء حتى في كركوك. بلال كركوك معلق هذا التعليق، والله ما ادري، يعني احنا نحرر ولدنا وشبابنا وتسيل الدماء من اجل البلد ضد هاي العصابات القذره، العصابات الارهابيه، ويجيك كم واحد فاسد يدرجهم ضمن المتضررين وضمن الشهداء. على شنو شهيد؟ هو جاي يدمر بلدك، ادرج اسمه ضمن الشهداء؟ معقوله؟ هذا هو آخر تعليق بهذا الموضوع، اللي هو موضوع إدراج أسماء بعض الإرهابيين من الدواعش ضمن الضحايا أو الشهداء في ديالة، وأيضا مثل ما شفتوا بالتعليق في كركوك أيضا. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، العراق مقبل على استضافة بطولة خليجي 25 في البصرة. خليجي 25 بالبصرة، كل الاستعدادات جارية على قدم وساق في البصرة والبلد بصورة عامة من أجل إنجاح هذه البطولة. مثل ما تعرفون بطولة مهمة يجب إنجاحها بكل الطرق. طبعا هواي تسهيلات جاي تصير، هواي امور تذليل الصعوبات جاي يصير قدام
على مود إنجاح البطولة. من ضمن هذه التسهيلات مجلس الوزراء قرر إعفاء الجماهير اللي راح تجي من الخارج للبصرة، إعفائهم من رسوم التأشيرة. رسوم التأشيرة مثل ما تعرفون هي 200 دولار، تأشيرة العراق 200 دولار. 200 دولار هاي هي تأشيرة العراق. البعض يقول هي عد الجماهير الخليجية اللي راح تجي ما تأثر. بعض الآخر يقول لك لا، ممكن الجماهير العادية ممكن يكون عندها هذا المبلغ صعب. احنا مثل ما تعرفون وين ما نروح ندفع تأشيرة ونروح. كأس العالم تأشيرة كل الناس راحت، ولكن من أجل إنجاح البطولة، أنا هذا رأيي، من أجل إنجاح البطولة ومن أجل أنه نستقطب أكبر عدد من الناس، إحنا مو بلد متعافي والحمد لله والشكر، لا، إحنا تونا بدينا نوقف على رجلينا، تونا بدينا نستنشق الهواء اللي هو الهواء النقي. البلد استوى بدا يستعيد عافيته، فلذلك لا ضير بإزالة رسوم التأشيرة. طبعا آراء مختلفة تقول كلا ضد هذا الموضوع، انه ليش التأشيرة تنشال، بالعكس هذا موضوع لازم يعني يستفيد البلد من عنده، يجوك الناس التأشيرة تستفيد من عندها ال 200 دولار، كل شخص راح يجيك وشوف كم شخص راح يجيك، كم ألف شخص راح يجيك. ولكن مثل ما قلت لكم احنا أو هذا رأيي الشخصي، زين عادي الموضوع، على مود إنجاح البطولة المرة القادمة نستضيف بطولات أكبر من بطولة كأس الخليج، ذاك الوقت ماكو إلغاء تأشيرة. أتمنى هذا الموضوع يكون واضح. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وماذا كانت ردود أفعال الناس. طبعا العراق يقرر إعفاء الجماهير الخليجية من رسوم تأشيرة الدخول لحضور خليجي 25 في البصرة. التعليقات، عامر يقول يكفي أن البطولة ستقام في البصرة عاصمة الثقافة والعلم والأدب والصالحين، وظننا أن أهل البصرة سوف يعيدون تاريخ أجدادهم من الكرم والتميز ورفع اسم العراق من جديد. مرتضى سمير يقول اي والله ان جامل بيهن احسن ما يبوقوهن ربعنا. لينا تقول هذا تفريط بحق العراق في استلام رسوم الفيزا ممن يدخل العراق. هذا رأي ورأي محترم ايضا، هذا رأي، ولكن مثل ما قلت اني انه لانه هو البطولة ونريد نستقطب اكبر عدد من الناس، تشوف البصرة تشوف البلد شلون استعاد عافيته، بذاك الوقت بالبطولات القادمه ممكن ما نلغي اي شيء. سامر يقول العالم تستضيف البطولات حتى شويه يتحرك اقتصادها، احنا نلغي التاشيره من وراء كم تغريده. والله يا الله. رامي يقول خلي تشوف كل بلدان العالم، هذا كرم وطيب اهل العراق، وبعد شوفوا الضيافه. أنا وياك، طبعا هذا كان آخر تعليق، أنا وياك بخصوص موضوع الضيافة، أكيد راح نشوف ضيافة وكرم وشجاعة بالكرم من أهلنا بالبصرة غير مسبوقة، لا مثيل لها، لأنه البصرة بيها أو العراق بصورة عامة، المحافظات الجنوبية بيها كرم وطيبة ما موجودة ممكن كل نقطة بكل العالم ما موجود. العراق بلد يتميز بهذا الشيء. إن شاء الله البطولة تقام بالبصرة، وإن شاء الله تكون البطولة ناجحة ومميزة. أنا من خلال عملي ومن خلال تواصلي المباشر مع الناس القائمين على البطولة، أعتقد اللي شفته من حفل افتتاح، من حفل ختام، من تنظيم، من شركات، أعتقد راح تكون أجمل بطولة بتاريخ بطولات كأس الخليج. هاي وجهة نظري، وإن شاء الله فعلا تصير هي واحدة من أجمل البطولات في تاريخ كأس الخليج. هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثالث في هذه الفقرة هو موضوع يخص العنف، يخص التنمر، يخص
الأمومة الإنسانية، كل هذه الكلمات تدخل في هذا الموضوع. دائما يضربون مثل بالغرب، يضربون مثل بالغرب بالإنسانية، بالرحمة، بهواي أمور كثيرة، أمور كثيرة جدا. في أمريكا الشرطة الأمريكية ألقت القبض على أم كانت تتنمر على بيتها لمدة سنة كاملة بحساب وهمي في مواقع التواصل الاجتماعي. يقول الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تنمرت على ابنتها المراهقة لمدة عام كامل باستخدام حساب وهمي عبر الانترنت. ما أدري هالموضوع يعني شنو من عقل شايلته، ما أعرف شنو من عقل، ما أعرف يعني تتنمر على بيتها لمدة سنة كاملة عبر الانترنت. ما أدري يعني هذا لازم واحد شوية يسولف بالموضوع، يعني منين جبتي هالجرأة، منين جبتي هاي الصلافة، منين جبتي هاي، شلون، ليش يعني ليش هذا التنمر والنوب منه بتك؟ زين وين الرحمة، وين الإنسانية، وين الشغلات اللي خبصتونا بهن، وين هذا كله، وينه؟ ما ندري وين. خلينا نشوف الخبر وتفاصيله وردود فعل الناس ماذا كانت. يقول الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تنمرت على ابنتها المراهقة لمدة عام كامل باستخدام حساب وهمي عبر الانترنت. التعليقات، باسم يقول سبحان الله، أم تقتل أطفالها وأم تلقيهم في البحر وأم تقتل زوجها وأم تتنمر على بنتها، والقائمة تطول، لا أدري في أي زمن نحن نعيش، حسبنا الله ونعم الوكيل. معاي أمريكا بلاد الرحمة والإنسانية. النوسة تقول الله يساعدنا، سمعنا تنمر من أهلنا وناخذها بالضحك. أحلام تقول والله ما أدري شو أقول، إذا الأم تظلم بنتها فلا عجب على باقي الناس، حسبي الله ونعم الوكيل. النودة تقول الحمد لله على أمهاتنا، ما أتذكر بيوم قهرتني أو غثتني بكلمة تحس بيها قبل الكل وتدعي لي دائما. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع، اللي هو موضوع المرأة الأمريكية اللي تتنمر على بتها من خلال حساب وهمي في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا اللي يدعون، هذا اللي تدعي بأمريكا انه هي بلاد الرحمة والإنسانية وماكو اي شائبة بأمريكا. لا، هو فعلا هاي الحياة اللي هي يعيشوها معظم الناس في أمريكا. طبعا مشاهدين الكرام، نذكركم بالنتيجة، نتيجة مباراة الأرجنتين وفرنسا القائمة حاليا. النتيجة لحد الآن باقية على ما هو عليه، التعادل بهدفين، الدقيقة حاليا 102 من الشوط الإضافي الأول، الدقيقة صارت 103 والنتيجة على حالها، يعني بالتعادل فقط. أكو تبديلات فقط للمنتخب الأرجنتين. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فقرة الترند تيوب، فقرة الفيديوهات اللي تنتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو الأول في هذه الفقرة، فيديو طبعا بالحلقة السابقة حكينا عن موضوع كان يخص المرور وعدد المخالفات الكبيرة اللي تسجلت، وطلعنا مناشدات بعض المواطنين وغيرها. ولكن اكو جانب جميل مشرق من رجال المرور، دائما ما يظهر هذا الجانب عندما تكون هنالك شيء يعرقل حركة السيارة، يعرقل المواطنين، يعرقل الناس. دائما ما تظهر لمسات، تظهر افعال بعض رجال المرور، بعض المنتسبين،
واحدة من هاي الأعمال اللي سواها أحد المنتسبين في ميسان في مدينة العمارة في محافظة ميسان، شيء جميل جدا يعكس صورة جميلة. خلينا نشوف الفيديو وراها نسولف. مثل ما شفتوا مشاهدين الكرام، هذا المنظر من ميسان من العمارة من أهلنا وناسنا. هذا المنتسب جاري تصريف المياه مسدودة بسبب هطول الأمطار حتى ما يعرقل الناس وما يعرقل السيار، قام بتنظيف الشارع وإبعاد الأوساخ مثل ما تشوفون وفرغ المي. طبعا تصير هاي بكل بلد بالعالم، بس شوفوا النخوة اللي عنده. البعض يقول أنا شالي، أنا واجبي أوقف بالشارع أنظم السيارة، الشارع انهجم احترق ما له علاقة. بس هذا جانب مشرق من رجال المرور. كل التحية والحب والتقدير لهذا البطل المنتسب. طبعا هواي احنا نشوف فيديوهات، هواي نشوف صور تظهر لرجل مرور يعبر انسان كبير بالسن، يعبر اطفال، يساهم بحل قضية، وايضا من ضمنها هاي الحالات. تحية لهذا البطل اللي هو يعني اثناء عمله واثناء تأدية واجبه ينظف الشارع على مود مياه الامطار تتفرغ ويبقى الشارع فارغ ما مليان مي. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. ثقفوا الناس بعدم رمي قذارتهم في الشارع، وعلى المسؤولين وضع حاويات صغيره في الشوارع لتعليم هؤلاء البشر الثقافه. فعلا الناس، بعض الناس حتى واحد يكون منصف، بعض الناس لازم تتثقف. انت مو كل شيء تشمره بالشارع، بطل المي شمرته بالشارع، كلينسك اوساخك بالتالي انت اكو كل مكان بحاويه لرمي النفايات بكل شارع موجود هذا الشيء. فانت حاول يعني ما اكو وراك ناس تتعب، اكو وراك ناس تشتغل، فانت اتمنى انه مكان مخصص يعني هو عمال النظافه وعمال البلديه يجي يفرغ الحاويات يفرغ الاماكن ويروح. نبي ننظف وراكم بالشوارع وعلى الارصفه، هاي الله ما يقبل بيها، فالرحمه حلوه. يا شعب حافظوا على نظافة مدينتكم. لماذا هذه الأوساخ؟ ليست فقط النظافة وإنما انسداد المجاري، وبعدها تنتقدوا البلدية والحكومة المحلية والاتحادية، والسبب الحقيقي هو نحن الشعب. إيه قد نتحمل جزء من المسؤولية، إحنا الشعب قد نكون مقصرين في الكثير من الأمور، ولكن أيضا أكو تقصير من قبل البلدية، أكو تقصير من قبل يعني المجالس المحافظات، اكو تقصير نعم، ولكن ايضا اكو تقصير من عندنا، لا خلاف على ذلك. بارك الله بي لان هو انسان نظيف فيحب كل شيء قدامه يبقى نظيف. فراس يقول الله يبارك بي، فعلا هي هاي الاخلاق تنبع من بيئته. اخر تعليق يقول بارك الله بك وليكن هذا الانسان الذي يحب وطنه قدوة لاخرين، العراق بيتك اعتني به. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي هو فيديو رجل المرور اللي نظف الشارع من الأوساخ وتجمع مياه الأمطار، وكان فيديو جميل جدا. الفيديو التالي هو فيديو تعبنا من قد ما نشوفه، مطار بغداد اللي دائما ما تحدث به كوارث. يوم حريق في صالة المغادرين، يوم مكسور انبوب الحريق اللي يطفي الحريق اللي بيه مي مليان مي مكسور في صالة الوافدين القادمين. ما اعرف يعني، خلينا نشوف الفيديو ونسولف. يعني هذا المنظر
ما اعرف انا وين كان هذا البوري اللي هو طبعا مال اطفاء الحرائق، مثل ما شفنا قبل فتره اظهرنا فيديو في احدى مطارات الصين شلون اذا صار حريق مباشره يتجه خرطوم المي للمكان. ما اعرف وين كان من احترق المطار ذاك اليوم، ما اعرف. بنفس الوقت يعني نتمنى من إدارة مطار بغداد الاهتمام بهذا الموضوع، الاهتمام بهذا الموضوع اللي هو موضوع المطار. دائما ما تتكرر هاي الـ يعني الأعمال. أتمنى من مطار بغداد، مطار كبير ولو هو قديم بس بواردات كبيرة جدا، بفلوس تدخل للبلد، أتمنى الاهتمام به، لأن المطار مثل ما تعرفون هو واجهة كبيرة، واجهة للبلد، فأتمنى الاعتناء به. وما يوميا احنا نشوف فيديو ومنظر مؤلم، يا طيارة متأخرة، يا حريق، يا بوري مكسور، وهاي جنط العالم فاضت. والله ما أعرف أنا سأل العالم شنو ذنبها، ما أعرف جنطهم فاضت، البواري ما أدري شنو. يعني لازم يكون اكو اهتمام بصراحة بهذا الموضوع. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. سيف يقول لك عيني هاي تفيد بالصيف، تلطف الجو والحار وهم تغسل الجنط، شحالاتك يا عراق. اي فعلا شحالاتك. محمود يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، هذا التخريب مقصود من جهات متنفذة. اما ايات تقول والله صرنا مضحكة بين الدول، حسبي الله ونعم الوكيل، دمرتوا البلد وفضحتونا. اي فعلا دمروا البلد. تصير نتيجة عدم الإدامة ولا مبالاة وناس غير علمية وفنية تقود مناصب في مكانات حساسة. اعتمدوا المحاصصة أو اعتمدوا المحاصصة في كل الأماكن. مهيب يقول قبل كم يوم حريق بصالة المغادرين، واليوم شلال مي بصالة القادمين. لو مطار تجاوز هم تصير بها السوالف التعبانة. هذا كان آخر تعليق. بصراحة يعني أنا مثل ما قلت لكم ما أعرف لمن أناشد، أناشد سلطة الطيران المدني، أناشد إدارة مطار بغداد. يجب الاهتمام بالمطار، يجب الاهتمام بإدامة المطار. مطار متهالك قديم، جددوا، أكو فلوس تدخل للمطار، الوافدين للطيارات، من هواي أمور. والمطار بميزانية كبيرة، هواي أمور ربحية تدخل للمطار، فأتمنى الاعتناء به، أتمنى تجديده بشكل دوري، لأن المطار مثل ما تعرفون هو واجهة كبيرة، لذلك الاهتمام بالمطار مهم وضروري جدا. الفيديو اللي راح نشوفه حاليا، ما شاء الله اليوم بس مي، اليوم بس مي ويا مطار يا مترو. من هذا المترو اللي بإسبانيا في مدريد، ما شاء الله شلال مال ماي صار عبارة عن شلال. خلينا نشوف الفيديو ونسولف. هذا الشلال، هذا مو شلال، هذا الدرج مال المترو اللي تنزل من عنده في للمترو اللي تحت الأرض، هذا في مدريد في إسبانيا صار عبارة عن شلال مال المي. بس ما بعد المي شلون نظيف، ما شاء الله زلال، مي شفاف، عينين المي اللي صار عندنا. هذا الفيديو انتشر بصورة كبيرة جدا، وهذا الفيديو كانت فيه تعليقات يعني وآراء من قبل الناس انه يابا ترى عادي، عادي تصير، مو فقط عندنا تصير هاي الأمور، عادي تصير بهاي الدول، تصير في مدريد، تصير في أمريكا، تصير في إنجلترا، في ألمانيا، تصير هاي الأمور عادي طبيعي. يعني كل مكان يتعرض إلى كارثة، سواء بالمي، السيول، أو بالحريق، أو يوقع يتفلش، تصير بكل بلد من بلدان العالم. هذا الفيديو مثل ما قلت لكم في مدريد. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. يقول لو عندنا في جدة كان قالوا كلام ما ينقال وضربوا مثل في أوروبا. إيه صدق، يعني لو هو سعودي يقول لو عندنا بجدة
كان قالوا كلام ما ينحكي، حكوا حكي ما ينحكي، وكان ضربوا مثل باوروبا، شوفوا اوروبا، هاي اوروبا هذه تصير بيها يعني، تصير بيها اوروبا حالها حال الدول، تصير بيها هيك شغلات يعني طبيعي، هاي سنة الحياة. عامر او عمرو سلطاني يقول: لو المشهد ده عندنا في الدول العربية تجد المتطرفين سبوا ولعنوا في البلاد والحكومات. اي صح. هسه بقى الواحد يقول لي شنو الفرق بينه وبين مطار بغداد؟ مطار بغداد تعرض الى كسر، تهالك، ماكو ادامه. اما هذا مطر هوايه، شلون ما الشارع ورجل المرور نظف، مطر هوايه وصار عادي طبيعي جدا. زين، بس الفرق بينه وبين فيديو مطار بغداد، لا هذا بوري تهالك، تعب، ماكو ادامه، فعادي يعني. هذا الموضوع مال مدريد، بس هو صدق لو عندنا هسه هذا شلون؟ اوه كيف؟ خلي الالوان تنفعهم، خلي الالوان تنفعهم، هذا يقصد انه خلي دعمهم للمثليه الجنسيه تنفعهم، خلي الالوان تنفعهم، يصدق خلي الالوان تنفعهم. محطة مترو بنك اسبانيا، يمكن البروفيسور زار البنك، والله يمكن هسه يطلع هذا البروفيسور مسويها. هاي لو بالعراق صايرة، كان الشرقية والجزيرة وهنا بغداد، من الصبح لليل وظهر وعصر ينقلون بالخبر. قلت كان دمرونه، بس ينقلون بالخبر، اي والله لو صاير هذا الموضوع. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو، فيديو مطار أو مترو مدريد في إسبانيا تعرض لي هذا الشلال من المياه. الفيديو التالي هو لامرأة أمريكية تم تعرضها للسلب والسرقة من قبل مسلح في أمريكا، في شوارع أمريكا، في البلد اللي الحياة فيه حياة وردية وجميلة جدا، حياة وردية في هذا البلد. هذا الفيديو خلينا نشوفه. هذا الفيديو مثل ما شفتوا هو من إحدى شوارع أمريكا تم تسليبه. بس أنا لفت انتباهي، شاء الله هذا كلب الحراسة، هذا كلب حراسة له كلب زينة، ما أعرف هذا شو وقت ياخذ دوره، شو وقت ياخذ دوره هذا ما أعرف يعني، شو المن مخليته ما أدري، لو ما طلعته وياك هم أحسن والله. بس كل البلدان تصير هاي الامور، لذلك من تصير بالدول العربيه او تصير عندنا بالعراق ويضربون مثل، على قولة هذا التعليق يضربون مثل بالغرب، بامريكا، الحياه طبيعي الموضوع يصير. جماعه ما ضابطين الامن 100%، ماكو بلد يضبط الامن 100%، بدبي تصير حالات قتل وهاي، كل بلدان العالم. الفرق انه عندنا يصير شغلات او تصير حكي وهذا ما اعرف شنو ليش وهذا، هاي طبيعي الموضوع. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. مصطفى يقول: غير تهد الكلب، المن مطلعته وياك، بس يمكن تخاف عليه، وفعلا صديقي يمكن تخاف عليه ما ادري، يعني شو وقت تستخدمه ما اعرف والله بصراحه، ما اعرف شو كنت تستخدمه. فارس يقول: لا يابا بلد الامان. اي صدق بلد الامان، صدق لا يابا ما شاء الله. ابو علاء يقول: لعت كلبها شنو شغله؟ ما ادري انا ما اسال شنو شغله يا اخوي، والله انا ما اسال شنو شغله، ما ادري والله شنو شغله ما ادري. العلم للعلماء هكذا يسمي نفسه. يقول: هذه هي أمريكا، الحياة صعبة، فيها عشرات العراقيين والعرب والآسيويين قتلوا بهذه الطرق، السرقات، حيث 40 مليون فقير يعيش تحت الأرض بالأنفاق مع بطالة عالية. هذا آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو. هو فعلا يعني
فعلا في امريكا في شوارع امريكا اكو كثير من الحالات، اكو كثير من الامور اللي تحدث وتصير. ف ما اعتقد انه اكو احد بعد يقدر يحكي ويقول حياته امنه. مثل ما شفت الخبر الاول، ام تتنمر على بنتها بحساب وهمي بالانترنت، سرقات تصير في كل بلد بس احنا لا. وهي امريكا، هي امريكا راعي هذا الشيء، هي امريكا راعي الخراب بالبلدان كلها، هي امريكا راعي الحروب بالبلدان كلها، ومن غيرها ماكو غيرها. الفيديو التالي اللي هو راح يكون اخر فيديو بحلقتنا لهذا اليوم، فيديو جميل جدا انتشر بصوره كبيره جدا. نعمة البصر واحده من النعم اللي ينعم عليها علينا بها الله سبحانه وتعالى. فيديو لطفله اول مره تشاهد بوضوح، اول مره تشاهد ما من حواليها من اشياء، من ناس بوضوح، من لبسه النظارات الطبيه. فيديو جدا جميل، خلي نشوف الفيديو نرجع نسولف. فيديو أجمل ما يكون، أول مرة تشاهد الحياة بوضوح، أول مرة تشوف بوضوح. شوف هي نعمة البصر، نعمة مهمة، نعمة كبيرة جدا الله ينعم علينا بها. هواي شغلات الله سبحانه وتعالى مرات إنسان يفقدها ويقول أنا يعني، والناس البشر الصح يقول أنا الله شو منطيني، الله منطيك نعمة البصر، نعمة المشي، هواي هواي نعم. هاي الطفلة أول مرة تشاهد بوضوح، شوف الفرحة اللي صارت بيها، شوف المنظر، شوف يعني بصراحة يعني شوف من بدون نظارات تبكي، لبست النظارات وشافت بوضوح. حياة ما أعرف يعني، ما أعرف شنو أقول من كلام حول هذا الفيديو. ربما التعليقات بها كلام أوفر وأفضل من كلامي اللي أنا راح أحكي. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. الصقر يقول سبحان الله، هذه واحدة من نعم الله علينا، إنها نعمة البصر، لك الحمد والشكر على كل حال. فعلا هي نعمة ما حد يحس بيها أبدا. خادمة فضة تقول يشافيها رب العالمين بحق محمد وآل محمد ويشافي كل مريض، تدعي لها أنه الله سبحانه وتعالى يشافك. والله شوف هسه هي عراقية وتدعي لها تقولها بحق محمد وآل محمد، بحق النبي محمد وآل بيته الأطهار، تدعي لها وهي الطفلة مبينة يعني طفلة أجنبية. هاي الرحمة والإنسانية اللي عندنا يعني رحمة كبيرة جدا. خلينا نشوف. عدي يقول الحمد لله نعمة النظر ونعمة الصحة والعافية، الحمد لله والشكر، عدد قطرات المطر والنجوم وأوراق الشجر، الحمد لله. للحياة أمل تقول اللهم لا تحرمنا نعمك، شافي وعافي كل مريض بحق مريض كربلاء. آخر تعليق من أكرم يقول يا رب هب من عندك الصحة لكل محتاج يا رب العالمين. هذا كان آخر فيديو أو آخر تعليق بخصوص آخر فيديو عندنا بحلقتنا لهذا اليوم. مشاهدين الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. هاي كانت أخبارنا ومواضيعنا وأحداثنا، ويعني كل الأحداث اللي قدرنا نغطيها خلال هذا الأسبوع. مشاهدين الكرام، وصلنا للختام، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، قلكم في أمان الله.